نكال لي راه الدوق وحاجي محمد او كسو قيب قالوا دين ساقاي وقال اكسونا ما انت ما هكو تحفيت كينا وين ماشا كويا له ملك وكل سنة كفة دي نمن سنين اي قريها نو قد السين وحان نو قد الدوق وحاجي محمد حفلة دي كلا انو وصو حكتي اي انقبا ناي حانو اي ما دي الدوق وحاجي محمد ايضانا حاروك بحي وحاك كلا دوك سنتين دوقو انو اول معلم هرمسي بحناي ونو اخرين هي معلم هرمركو اما دي مدرسة اوشي اغنانا انو معلم لباد نو قدري صباح بدن نرى مو قبانين دين تا واحد بدن بو نغالا قبتي داد بدن او مسؤولين او واحا اساقا آم بوركا هاي نحلنا كسارنين اوي اسكا جيران وانكو ما هاد علمينا الله كور دليو اجري حسنات الله كاسيو كل اينا مراد مبالي مراد كاد الله كوسان مرتدى مارتا خير كبدن اما ارتكر نوغي اما تا اي تي جوكتو وانكو سلام ايا سلام تا اسلام كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتا كدب قار احان مارتا وحرمات علينا ايا dadki ma artay kor nooga imaaday sidii ma artay haaji daqow maxamed iyo ma artay wafdigiisa iyo culimadiinka oo ma artay sana oo hoggaaminayo sidii sheekh xuseen akhana jazaakumullahu khayr ayan leenahay waan u mahadcelinayaa waxaan kale u mahadcelinayaa waalidiintii iyo inta ma artay dadka qaryada dhamaan waan u mahadcelinayaa iyukana أرداي دي إيكونا ما أرتاي وان أمي هاد علنا إدامان وحساوة الحاضرة إنتا كدب باهي قود أو دينتو أيلا بهاي وقود باجرتا دينتو دولة دخلكو مالها وزير شقايا أو أكاوم أفرانتو العقل وقرين مالها مركا باهي الديني دفك الرمين يدبران وبرشلة أما هان نقطة ننكي قرية جولي أما هان نقطة نين قنع صلاة أما هان نقطة نين سياسية اما من دينها اما من كجر هان نغليه ضدك الله ربا انا الدينة مساجدة اي معاهدة اي مدارستة اي تحفيد يلا انا اتشاب كولا قولان مروا البابا وابو الشبا نعيه هذا كل الدول مركا تانا سيقود هالله دارين سنادو ننكستو مشارقة اغن هيا اما قعانت العقو هيا اما الشقة كجر اما حورا نغليستا وحان ربا قيبت دينة نكو تلقالو ايش انبا مهد مدن نوحاك لو مهد مدن مرتدا شرفت بدن اي كسو قيبقى شيء ayagana waa ku mahadsan yihiin intaa ka dambe ikhwaani arrin kale ma sii badi waa la maray dad badanna waa dhiman yahay duyuuftana way dambeeyaan arrin kale kuma sii dheeraan hayo ikhwaani waxa weeyaan sida ogsoon tihiin taxfiidka iyo madaarista mataqaana waxa weeyaan waa meelaha ugu wanaagsan ee mataqaana waxa weeyaan wax lagu bixiyo ماشي كتاب إلهي سبحانه وتعالى لو كريه لهي وحكا قيمي بدن ملها وماشي متقانا أو قيمي بدن لو ما موسى هيو المقال انجبيين متقانا شهدوين كالوغسين هيو وما لها أو قيمي بدن اي متقانا فرياشا لغسو قيب قلو وانا أو خير بدن انتي متقانا ميل الوغسو سعوتي انتي كقيب قادتي انت بأجر يا حسنات با إلهي سبحانه وتعالى ايان اوغر جينينا حديث النبي عليه الصلاة والسلام بوحوها ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بضى به عمله لم يسرع به نسبه حديث كاس حوت المام هي قواعد فربضا قف كي بدد أسوء قابه متقنا ودداس إنه خير كجاره إيه متقنا سعي وأسو سمي إلهي سبحانه وتعالى وسهله يا وذكر أو متقنا جنة وكجاره أنت كذب تدوينا رزاقة محسوم مرني ما أنت أنا دتك نودن كنجو عودة وحسوم مرني أبار كل بنسوم مرني أبارتي أنسوم مرني مسؤولين مسؤول بن نرجعها وحد بن مسؤولية دودي بني معنون ملاين إننا حسوستي أنا وحن حولك ورابسنا هي مال يلا أشياء الدين حين تغير يسعوها والناشا أنا يشوف لهم بس كجرنا ناشا سيانس لجوجني تضرب برد بمية دانسنا هنا وحنا صاح حسوستي أم بية تريب تريب كهلي وحاجة جرى دوغ المحل محمد مالك استنا وان قال وح قال وين أيضا وان قوم هذا هنا جت كأكر وحن هو أنك أنجبنا هنا راشين أدي أسود يبتي يعانا يا أمد مارتي
meel liiraad oo yaan magaaladaana ahay mar imaanayne inaan arkayna caana iyo boosho iyo bur iyo saliid deeqo keenay oo lagu qaybsanayo dhawr jeer oo wax walaalaha dad ku saaxiideysana baan arkayne wax kale hadda wax wada maan arkin iyadana inta waan ku mahadcelinayna ku soo dhawayn saaqa waa magaaladaadi laga male waa meeshaad ka dhalatay aw ninkii la yiraahdo Mawlid Xaaji Maxamed muka dadweynaha reer inaan baro ninka magac iskale Mawlid Mandaleo la yiraahdo Salbo ninka la yiraahdo magac Mandaleo wataba yaa socdaa maanta oo ina Xaaji Maxamed eh asagana inaan tusaan rabay walaal waxa weeyaan horta waa inta waa mahadcelinta inta kale waa sida la sheegay dhibkaanaga waxa weeye maanta meeshan aan soo gudbisanayno saddex galaas mid laba galaas iyo hal xafiis masqula waad maqlaysay macalinka dhiigga ay dhaqaaqay markuu yiri gabdhihii wiilashii maxay isugu tagayaan duwilkana intuu bixin doo duurka banaanka baa la tegi intay tagayaan buulaaba ka koraysaaba meel ay fariisan hayaan maba jiraba dhulku dhan waa dhul la leeyahay buulooyin baa degan dadkii maxaafaday ilmihii dhexbaxayaan caafimaadkii way u daran tahay arrimahaasaan haystaa wixii maanta aan rabno in wax nalagala qabto waa saddexdaa qol oo mid xafiis ah labada galaas masqulo iyo biyo wixii kale annagaa ku darsanaynaa mushaara nin walba ilmaha waa inuu ninkiisa ka bixiyaa waa inuu cunugiisa ka bixiyaa kun shilin waaye bishi nin kastaba maalinka haddaa rabto dabka dami kunka shilin la gaaray waana ilmaha ka bixisaa intaasaan ku soo koobayaa raxmatullaahi wabarakaatu awalan ilaahay subxaanahu watacaala baan ku mahadinaynaa maxaa yeele asagaa inoo gartay maarata inaan majal iskugu imaano hadda ka hor ballan ku maana lahayn ilaa ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisay ka qorneed marka allah noo awooday inaan imaano caafimaadka aan ku fadhinana na siiyey allahaasaan awalan maarata ku mahadinayna walaalayaal bacd alxamdulilaahi waxaa haddana mahadnay walaalayaal dadka maarata walaalaheen ee maarata wadada dheer soo mareen ee uu hogaaminayo maarata walaalkeen deeqow Xaaji Maxamed khayr allah siiyo waad maqlayseen intii maarata hadda meeshan un laga sheegay ee resaaqa ninkaa waxaan umaleya inuu yahay maarata resaaqa wax badan resaaqa la qabtay waxaan ogtihi ku bixiyaa laba maarata macalin soddon kun bil walbo anoo igu soo diraa dadka kale ee siyaasiyiinta waxa ku jiraan waxaan ku rafaadnaa taleefanadooda lacagta anigaa qaadaa laakiin waxaan ogahay mar walba aan telefoon u diro mashquul kasta uu ku jiro telefoonku waa qabtaa haddana dumarsi jooga wuxuu dhinayba xer mashquul baa ku jiraa ii kaadi marka siyaasiin fara badanna way jiraan oo alla xiriirne laakiin waxa asaga la mid ah ma jiro runtii marka uu ku mahadsanyay arrinta iyada haddii laba macalin uu bixinaye galaas nambarre maarta madrasada noo ballan qaaday dhulkii hore saaqa asagaa galay marka xusid badan buu mudan yahay ninkaas maarta walaalkeen khayr allah siiyo miisaankiisa la hawo kabo ikhwaani xafladda maanta ee kitaabka ilaahay lagu qiimeynahayo ee lagu weynaynahayo xaflad laskugu imaado oo ka qiimo badan ma leh xaflado badan baa la qabtaa laakiin xafladdan waa xaflad oo kitaabka ilaahay lagu weynaynayo subxaanahu wa tacaala siduu sheekha noo sheegay malaa'igta ilaahay baa soo xaadirtaa meelahan oo kaloote malaa'igta ilaahay malaa'ig waxaa jirtaa sayaaxin la dhaho oo meelaha khayrka aan dhaafin sidaan ilaahay ka rajaynayno insha allahu bihadii sakiina waybinala joogaanba malaa'igta ilaahay meelahan oo kaloote kama tagaan marka midda kale walaalkay ninkan abtigay aan la soconnay insha allahu sidaa ka dhawaajiseen waxaan rabnaa inuu noqdo gafanaha diinta gafanaha diinta oo baahida diinta oo nagala shaqeeyo insha allahu ilaahay baana maciise ah waa nin inta kale inta badan ballanta ku fiican waana arki doontaan telefoonkiisana mawaynaysaan hadduu ilaahay ilaahdo insha allahu hadduu ilaahay noo soo geliyo xafiis albaab la xiri oo dad la joojina ma arki doontaan oo security loo soo mari ma arki doontaan insha allah nin wuxuu noqon doonaa nin bulshada dhex socdo nin bulshada baahideeda og nin ilaahay mansaataay diinta masaajidda macalimiintan hadda taxfiidka mishaarka ee la sheegayo kulli insha allahu waxaas idaaraa loo samayn doonaa ku shuqul leh hawshan ku shuqul leh oo wasaaratu dacwa waddiin la yidhaahdo oo dacwada ku shuqul leh oo macalimiinta mishaarkooda waxaad macalimiin la qori
هذه شقة كلو أو دين تدعوة أحل سارم بعلى سمين دونا كونتي جفمنت إن شاء الله هذه إلهي إن شاء الله نسوق ليه كونتي عصب أو نوع كله أو تيارك حياله أو كدوين ينقطع وحنكرمنا إن شاء الله إنه نقطع the only جفنا ودعوة وحلو مدي ليسو معناها ومدحوينا إذا رد دعوة أو دين هو سمين سنكرة وح شرع وكهر إيمان ماله مركا إن شاء الله ساشكتن مجلس ضيق بالله وضيق إلهي نو صدر ويو قعنتنا إن شاء الله وفيدن دونا والغور ريسان دونا ولا ليال إلهي أنو بارنو علمضة صلاة الليل أنو تكنو إلهي أنو بارنو صببتوا ما أنت وال عرقتين دعوة وحو تاقن ماله نكستو أو سياسي أو صغل أدوم كو مشغول سين وحانا حقيقة إيه إني لطمن وماشن لغت تغي oo nin kasta amalkiisa uu horyaalo wuxuu shaqeystaa uu u tagi meeshan waa daaru faaniya waa wax laga tagi waxa kali ee ku badbaadi adduun iyo aakhira waa kitaabka ilaahay oo maantan ay siiyay fursadan ay taan ku maano magaaladan saaqa iyo xafladan aan ka soo qayb galo maxaa kala mudan mahad macallimiinta iyo ardaydi maanta meeshan ku qalin jabinayeen iyo waxay dadaalkay sameeyeen maamoyinka maarta madrasanay ka soo qaybshayadana iyo duqeyda maanta magaaladan joogan oo ka soo qayb galeen xafladan qasatan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo sidoo sheekha sheegay maamoyinka inay yihiin asaaska guriga inay yihiin asaaska dhalintaasay to maanta meeshan ka qalin jabinayeen iyo dadaalka ay sameeyeen uu ka muuqdo dhalintaas ay to meesha isku maadeen mid kale wadaadkii Sheikh Cali oo dadaalka aragta muujiyay fiican uu qabtay iyo qasatan umada iyo maarta bulshada iyo wasaasiga meeshan degan dadaalka ay diinta u sameeyaan dadaalkan anako yidil buun iyo mas'uuliyad naga saaran hadaan muslimiin sida ogtiin dintan dadka la uma maqno ilaahay ka soo soko annaka oo ah masuul naga saarin ardaydaasayto inay wax la baro dhalintaasayto wax la baro diinta waxay ku dunkan wuxuu ku dhisan yahay diintaasayto hadii diinta la baran waayo hadii diinta la baran waayo xoolaan noqonayna dad xoolaan iska noqonay waa aragtay wadamaha maarta la leeyahay way hormareen cadaamaha dadka bilcaanta iska qaqaawanay wadada iska socoto waa aragteen kulli ninkii TV-di iyo waxa dhowray oo dhageysto waa arki marka anaga dad muslimiin hadaan nahay hormarkeena waxa way diintaasi tu way garabkana in la siiyo waa mas'uuliyad ay nin walba ka saaran tahay diintaasi tu marka insha Allah sidii meeshan aan isku sheegnay inta ka hore anigana nin hadda kulli siyaasi u taagan baanyasi ka wareysiin haddu Ilaahay raali ka noqdo diinta inay naga xil inaan iska saaro mas'uuliyadaasi tuna xil iska saaro sidoo sheekha sheegay dawlad baan soo dhisirnaa siyaasina wax maxaa waaye maslaxa waaye waa wax bulshada ku dhisan waa wax dhaqan ah sharciiga waddankaasa ka dhigay siyaasiga waxa waaye waa in laga qayb qaato siyaasiga ha ka naga dhaadhicin inay tahay wax xun inuu yahay waa wax ay bulshada ku dhisantay marka laazim waaye inaan ka qayb qaadano ina hadii adi ka qayb qaadan wayso siyaasigaasayto kulli ruun baa la dooran nin alla ninkii ay hal kura badiyo amba wadankan xukumi mise madankan madax u noqon marka go'aan nin kale gaari ya adigana lagu xukumi mise lagu maamuli shanti sanabo marka insha Allah haddii Ilaahay raali ka noqdo wali waxaan rabaa risaaqa maanta iguma horeyso arintan diiniga aan ku maaday safar horana waxaan u maannay madrasada xafladeedii tan waan u maannay maanta waliba maanta waxay ahayd inaan meel kale durbaan ka tunto laakiin gabadha ay soo dirtay telefoonka qaali ila noqday marka sayto aad baan u qiimeeyay invitation ka ay soo dirtay tiri ka soo qayb gal waliba igu adkaysay ka soo qayb gal kulli maanta maxaa laga yaabaa inaan meel kale joogi laakiin Ilaahay baa qadaray inaan maanta meeshan isku maana ayadana ay ka qayb gaadatay qeerka sayto ay igu yeertay maanta maxale maanta waan xasilay sanna daartu sida waragtin maxaa laga yaabaa marka hadaan imaano meeshan sayto inay buuq iyo durbaan iyo dhaanta iyo wax walba la tumay laakiin hadda maanta waa aragtin saan u fadhino
مركا وكما سنتين سيد شرفت له يوسف دويسين أيو مرتقادين ميشن وحي على بدن باشيكتين وحي على بدن باهيدا جرتو هرتو وين أوجاتان مال والبو مانت جاريسا كاونتي إن باهيدا جرتو أيان دو إنك واحد شجعني سين وواحد يربو سد حجلاس ومدرسة شجعني سين ضد با أون أدمايا ضد با أون أدمايا وأنا دد عشان كل سدو شقة شجعي إن أتقبل أودن جيت هوستيس هذانا داش ميستين مكمورة هذانا هالكلاس أقبتين رول أقعدتين مركز دلك واسة ميسين النجنا ونيجو جرب استاجي إن دلك أسة ميسين إن نجرب نيجو نقوله معلم وذا داك هالين ميشن أورد هن لعكت مشارك والد كبهيو وأكون يشام بقول صوص عميدين لكن محي إلو بين إن يكون يشام بقول وإن محي لنكاس فمي لقاسيتو وحلقة هنا لحم الماضي سكول أو جيران لحم الماضي مدرسة أو جيران لحم الماضي تحفيد أو جيران صوص عماها مركا عدي لح يلح يلح عترة ونين لقسوا جايو مشار لقسوا جايو أمين لقسوا جاي بيل عد لقسوا جاي هوسبيتالين أي دواء لهن أو دواء لقى جدنا يفرق ماشي سكول نو كوجرو هدنا كونا جامعة أو جرو كونا كوليج أو جرو مركا إنهن تبان نقضان كل أمم ملينا إنن ما أنت ساقة جو إنه وحص أدل أو قرش أس أدل أو بالكين كرو ما صورت جليسو مركا وان مسنيا إني صورت جليني هدو إلهي رالي كان نقضه وقت السياسي بالجوجا بلا ما بفر بدن وإلي يعلن أن ربعنا أوفيو لكني سدح هذا كلاس عاشي كتن هدو إلهي رالي كان نقضه مرة أحد تبو محايا لهدي ونفط إلهي نقسمه وإذا أنصاق الله مس أنصاق الوين وأنجوجا يناؤن سيدان هانو هانين هدو إلهي رالي كان نقضه مركا وقت جاء أحد تبو سدح هذا كلاس إنه إلهي رالي دو كان نقضه هرتو حرمنا هدي الدولة هان أي نص صور تقش عند دولدا سفرت نصوص عت عن جفنا كان نقضه إنا سكول درنا تحفيد كاسيتو يج سكولها لده الناصري سكولها الناصري لده يتحفيد سكول المهنة تدا واحد بريسان أيضا هو مهم إنا برتان لقدا إنجليزكا يسواحيلجا وحياة لي ساقة كلمة براين صومالي كلي واحد براين ومات كلا جرتا أو أبا هندين تنيتو أو مالك كلا دقن لقدا لقولها للهواكة وإنجليزكا يسواحيل كاسيتو مركا انا اسكو داينو ان دولدا ان كان اسكو درنو ارينتا تحفيدكا اي ارينتا سيتو دوكسيكا كلاسي هلا ديسي دولدا اني ديستو معلمين تا سيتو اني نقدان معلمين دولدا او شقينيس سو سامها وشرعينا ودغي خولان هورتا ليهي دولدا كاونتيكا خولها انيكا اسكالي نيمان كان ام سي ايغا سو دورتين انت كسو دورتين يال ربا اني برلمانكا مريان diiniga intana ugu tala galay ayu ka dhahayn sharciga wax u diidi male sharciga anaka lacagtu wuu nasiyay iyo sidii loo isticmaali lahaa wuu na tusay inikan baa sameeyneysin sharcigaada marinaysin un marka du ilaahay raali ka noqdo aan governor meeshan ka noqdo du ilaahay raali ka noqdo duksi iyo maxaa isku dareyna kalaasaha nasarildo ilmaanayto ay ka luqada way u baahan yihiin in la baro marka insha Allah saas ogaanaysin haday noqon weysana ان شاء الله انا بانديسون مريا هتبو